طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي مدارس المنتزه الخاصة، معاكم مستر وليد وجدي ودرس جديد من دروس الجغرافيا. هناخد النهاردة إن شاء الله درس خصائص السكان في العالم. هنتكلم عن خصائص الديموغرافية للسكان، والخصائص التعليمية، والخصائص الصحية، وآخر حاجة الخصائص الاقتصادية. هنبدأ بالخصائص الديموغرافية للسكان. وكلمة ديموغرافيا هو علم دراسة السكان من حيث النمو والتوزيع والتركيب السكاني. كلمة ديموغرافيا هو علم دراسة السكان من حيث النمو والتوزيع والتركيب السكاني، وهنتناول في هذا الجزء معدل المواليد ومعدل الوفيات والزيادة الطبيعية والتركيب العمري. نبدأ يا شباب بمعدل المواليد ومعدل المواليد العالمي 20 في 1000. أعلى القارات هي قارة أفريقيا، أقل القارات هي قارة أوروبا. لو قال لي في امتحان بما تفسر أفريقيا أعلى قارات العالم في معدل المواليد، أنا عندي 1 انتشار الفقر والأمية، 2 العمل بالزراعة البدائية والرعي، 3 هو انتشار بعض العادات والتقاليد الخاطئة مثل الزواج المبكر والرغبة في كثرة الإنجاب. تاني شباب، أفريقيا أعلى قارات العالم في معدل المواليد بسبب انتشار الفقر والأمية، العمل بالزراعة والرعي، 3 انتشار بعض العادات والتقاليد الخاطئة مثل الرغبة في كثرة الإنجاب والزواج المبكر. هناخد معدل الوفيات وهنقول أعلى القارات في معدل الوفيات هي قارة أوروبا، أقل القارات في معدل الوفيات هي قارة أمريكا الجنوبية. ولو سألني في امتحان بما تفسر تعد أوروبا أعلى القارات في معدل الوفيات بسبب وجود نسبة كبيرة من كبار السن. السبب هو وجود نسبة كبيرة من كبار السن، وطبعا ده راجع للتقدم الطبي. لو اتكلمنا عن العوامل المؤثرة في معدل الوفيات، عندي عنصرين. العنصر الأول مستوى السكن والتغذية والخدمات الصحية. تقل الوفيات في الدول التي تتمتع بمستوى عالي من مستوى السكن والتغذية والخدمات الصحية، بينما تزداد الوفيات في الدول التي تقل فيها مستوى السكن والتغذية والخدمات الصحية. العنصر الثاني بيؤثر في الوفيات هو الحروب والكوارث الطبيعية مثل الزلازل والجفاف. العنصر الثالث في درسنا النهارده يا شباب وهو الزيادة الطبيعية. ما المقصود بزيادة طبيعية؟ هو ناتج الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات. ناتج الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات. أعلى معدل زيادة طبيعية هو قارة أفريقيا. السبب في كده هو زيادة عدد المواليد وقلة عدد الوفيات. أعلى معدل زيادة طبيعية هو قارة أفريقيا بسبب زيادة معدل المواليد وقلة الوفيات. يعني دول أفريقيا معدل زيادة طبيعية مرتفع. قارة أمريكا الشمالية معدل زيادة طبيعية منخفض. السبب في كده هو قلة عدد المواليد وقلة الوفيات. تاني، قلة عدد المواليد وقلة عدد الوفيات. قارة أوروبا قارة تسجل معدل زيادة طبيعية 0. السبب في كده هو تساوي معدل المواليد ومعدل الوفيات. تاني يا شباب، أنا عندي 3 نماذج: أفريقيا معدل زيادة طبيعية مرتفع، أمريكا الشمالية معدل زيادة طبيعية منخفض، قارة أوروبا معدل زيادة طبيعية يساوي 0 لتساوي معدل المواليد مع معدل الوفيات. عندي ملحوظة شباب إن الدول المتقدمة معدل زيادة طبيعية بها قليلة. السبب في كده هو قلة المواليد وقلة الوفيات. يعني هناك علاقة بين التقدم ومعدل الزيادة الطبيعية. كلما زاد التقدم كلما قل معدل الزيادة الطبيعية لقلة المواليد وقلة الوفيات. تعال بقى نتكلم عن مصر. مصر هنتكلم عنها في معدل المواليد معدل مرتفع، في معدل الوفيات معدل منخفض. تاني، مصر كدولة يرتفع بها معدل المواليد وينخفض بها معدل الوفيات. لو سألني في امتحان بما تفسر انخفاض معدل وفيات مصر، ده راجع بسبب التقدم الطبي للأطفال وتقدم الرعاية الصحية. طب لو سألنا شباب كده مصر بالنسبة لزيادة الطبيعية، قال لي مصر تعاني من معدل زيادة طبيعية مرتفع. السبب في كده هو ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات. تاني يا شباب، يبقى مصر معدل مواليد مرتفع، معدل وفيات منخفض، معدل زيادة طبيعية مرتفع، والسبب في كده هو ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات. العنصر الرابع في درسنا النهارده يا شباب هنتكلم عن التركيب العمري. ما المقصود بالتركيب العمري؟ قال لي هو دراسة عدد ونسبة كل مجموعة من سكان منطقة ما وفقا لفئات عمرية محددة. تاني، دراسة عدد ونسبة كل مجموعة من سكان منطقة ما وفقا لفئات عمرية محددة.
وهنا هنقسم السكان إلى 3 حاجات: فئة صغار السن، الفئة المتوسطة، فئة كبار السن. فئة صغار السن ودول أقل من 15 سنة، الفئة المتوسطة من 15 لـ64، أما كبار السن فهم الأكبر من 65 سنة. نبدأ بأول فئة عندنا، فئة صغار السن، ودي الفئة أقل من 15 سنة، بتضم الرضع والأطفال والمراهقين. تاني، فئة صغار السن بتضم الرضع والأطفال والمراهقين، ودي فئة غير منتجة. طيب لاحظنا حاجة، تزداد نسبتهم في الدول النامية. دولة زي مصر يصل معدل صغار السن إلى 32% من جملة السكان، بينما الدول المتقدمة مثل السويد بتقل نسبتهم وصلت إلى 17% من جملة السكان. وهنا يجي سؤال، إيه النتيجة المترتبة على زيادة فئة صغار السن في الدول النامية؟ قال ده أدى إلى تحمل الدولة ميزانية ضخمة للإنفاق على التعليم، السكن، التغذية والرعاية الصحية. تاني شباب، إيه النتيجة على زيادة فئة صغار السن في الدول النامية؟ قال هو تحمل الدول ميزانية ضخمة للإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والسكن والتغذية والمواصلات. الفئة الثانية يا شباب هي فئة متوسطة العمر، ودي بتضم من 15 لـ64، وهي الفئة المنتجة وتسمى البالغون. لاحظنا أن أكبر فئة بالغون توجد في دول غرب أوروبا، أقل فئة بالغون توجد في دول أفريقيا. تاني يا شباب، يبقى الفئة المتوسطة اللي هي من 15 لـ64، وهي فئة منتجة وتسمى البالغون. أكثر فئة بالغون توجد في دول غرب أوروبا، بينما أقل فئة بالغون توجد في دول أفريقيا. الفئة الثالثة يا شباب هي فئة كبار السن، وهي توجد فوق 65 سنة. لاحظنا حاجة، تزداد هذه الفئة في الدول المتقدمة، وده راجع للتقدم الصحي والتعليمي، وصلت إلى 17% في أوروبا. تاني، دي الفئة غير منتجة أكبر من 65 سنة. لاحظنا ارتفاع فئة كبار السن في الدول المتقدمة مثل أوروبا وصل لـ 17%، وده راجع للتقدم العلمي والصحي. تقل فئة كبار السن في الدول النامية مثل أفريقيا وصل إلى 6%. الخصائص التعليمية، ولو كنا عن خصائص التعليمية يا جماعة عن تعريف الأمية هو عدم معرفة القراءة والكتابة، هنلاحظ حاجة، الدول المتقدمة ترتفع فيها نسبة التعليم وصلت لـ95%، مثل دول أوروبا، دول أمريكا الشمالية، اليابان، روسيا، دي دول ارتفع فيها معدلات التعليم وصل لـ95%. أما الدول النامية فترتفع فيها معدلات الأمية، فمثلا في دول ارتفع فيها معدل التعليم من 40 لـ60%، زي معظم دول أفريقيا والهند. دول تانية وصل فيها معدلات التعليم لـ75%، مثل الصين ودولة جنوب أفريقيا ومعظم دول أمريكا الجنوبية. وبكده نلاحظ هو ارتفاع معدلات الأمية في الدول النامية. هناك بعض العادات والتقاليد التي أثرت في معدلات تعليم الإناث في العالم، فأنا عندي سؤال بيقول لي بما تفسر انخفاض معدل تعليم الإناث في العالم؟ هقول له السبب هو وجود بعض العادات والتقاليد الخاطئة، مثل حرمان المرأة من التعليم بحجة الحفاظ عليها، أو انتشار عادات مثل التقاليد وتقاليد خاطئة مثل الزواج المبكر. تاني يا شباب، يبقى أنا عندي عادات وتقاليد بتؤثر في معدل تعليم الإناث، زي حرمان المرأة من التعليم بحجة الحفاظ عليها أو الزواج المبكر. طب لو كلمنا عن مصر بالنسبة للحالة التعليمية، هنلاحظ إن معدل التعليم في مصر 65% من سكان مصر متعلمين. طبعا دي نسبة مرتفعة جدا بالنسبة للماضي. طب لو قلنا إيه سبب ذلك؟ قال لي اهتمام الدولة بالتعليم في كافة مراحله. طبعا وجود الدولة في الفترة اللي فاتت كانت واضحة جدا في مجال التعليم، واهتمام الدولة بمجالات محو الأمية مثل تعليم الكبار. عشان كده ارتفع معدل التعليم في مصر عن السنوات السابقة ووصل إلى 65% من مصر متعلمين.